في زمن الكورونا كيف رح تتعاطى معنا المستشفيات؟ اي حالات بتفوت واي حالات رح تضل برا؟ كيف رح يتعاطوا معنا الاطباء ومع الحالات الطارئه، الحوامل، العمليات الجراحيه الضروريه، وخطه الحكومه للمستقبل بظل تفشي الفيروس؟ الطب في زمن الكورونا مع جورج عيد، الجمعه 6 الا ربع المساء على الام تي في.